شيء ما حرقوا، حرقوا لنا الدار ما خلوا فيها شيء. انظروا ذا الدمار. هذا هو بيت الناصر محمود يوسف، حيث قامت عصابات الأسد بحرق البيت كاملا. تم حرقه بما فيه. حيث أن عصابات استخدمت مواد كيميائية كما استخدمتها في بيوت أخرى لهدم هذا البيت، وقد أدت هذه المواد إلى ترسيخ الجدران والسقف، حيث أن صاحب هذا المنزل يحتاج إلى هدم البيت وإعادة بنائه من جديد.